السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والنعيم. قبل ما نبدأ أي حاجة أعتذر أشد الاعتذار، وأنا والله العظيم محرج منكم إنه جودة التصوير بهذه الطريقة، ما في مونتاج وما في تعديل، فالمعذرة منكم. هذه أول نقطة. ثاني نقطة، الفيديو هذا رد على أسئلة جاتني اليومين الماضية بشكل كبير، وشفت من الضروري جدا إني أرد عليها قبل ما أحد يتخذ أي قرار من غير دراية كاملة. فهذا الفيديو يثبت لك أنه تحت أي مكان أو زمان أو أي ظرف بإذن الله راح أوصل محتواي على اليوتيوب. نجي للنقطة الرئيسية أو السؤال الرئيسي. كثير من الناس الآن تسأل، أو جاتني أسئلة كثير على التليجرام، هل أبيع الآن وأخذ ربحي من بعد ما وصلنا لمناطق جدا منخفضة عند 30,000 دولار أمريكي أم لا؟ قبل ما أجاوب على هذا السؤال أبغى أناقش معك بعض النقاط والحقائق، وبخليك أنت تقرب بنفسك. أول نقطة راح نناقشها هو البيتكوين. إحنا عارفين أن البيتكوين نزل إلى مناطق منخفضة تقريبا من 30,000 إلى 35,000 دولار أمريكي، وأنا لبحت عن هذه المناطق من يوم ما كان البيتكوين في 40,000 دولار أمريكي إن احتمال ننزل، وتقدر تلاقي المقاطع موجودة في اليوتيوب. الكثير من الناس قالت إنه إحنا في بير ماركت وخلاص انتهت الدورة الحالية وما إلى ذلك. كنت أنا ملتزم ومتمسك بكلامي وأن الدورة الحالية لم تنتهي وأننا في بول ماركت، وهذا مجرد تصحيح منتصف الدورة، ولا زلت متمسك في كلامي وأن الدورة الحالية لم تنتهي إلى الآن حسب المعطيات الحالية، وأن هذا الذي حصل مجرد تصحيح. هبوط البيتكوين إلى مناطق 30-35 مجرد تصحيح، واتفقنا على هذا الكلام. هل البيتكوين خرج من تحت المياه؟ هل البيتكوين انتهى من مناطق التصحيح والآن سينطلق مباشرة؟ الإجابة لا. كما ذكرت، المقاومة الرئيسية والمهمة والرقم الصعب في معادلة البيتكوين هي 45,000 دولار أمريكي. اختراقها والتداول فوقها، هذه أول مؤشر إيجابي أن البولز، أو خلينا نقول الثيران، رجعت إلى مواقعها بقوة من جديد. النقطة الثانية اللي حاب أناقشها الإيثيريوم. أداء الإيثيريوم نلاحظ حتى أن الإيثيريوم بدأ يرجع للمقاومات والقمم السابقة التي مر عليها، وهذا مؤشر أيضا إيجابي. ثالث نقطة واللي دائما نناقشها عندي في القناة هو أداء الإيثيريوم مقارنة بالبيتكوين. نلاحظ أن أداء الإيثيريوم مقارنة بالبيتكوين ما زال في ارتفاع، ودائما إحنا نقول إذا الإيثيريوم أداؤه كان أفضل من أداء البيتكوين، هذا يعني أن السوق أو الثيران بدأت ترجع مواقعها من جديد، وأن السوق على وجه الارتفاع وعلى وشك الارتفاع بأمر الله. نتكلم الآن على السؤال الجوهري. الناس عانت لما نزل البيتكوين من 30,000 إلى 35,000 دولار أمريكي، الآن البيتكوين تقريبا فوق 44,000 دولار أمريكي بوقت تصوير هذا الفيديو، هل أبيع أم لا؟ وجهة نظري الشخصية، قرارك هو قرارك لوحدك، أنا ما لي علاقة فيه. أنا أتكلم عن وجهة نظري الشخصية والشيء اللي أنا أسويه. أنت خذ المعطيات اللي أنا أقولها والمعطيات اللي موجودة درسها بشكل كامل، واتخذ قرارك بنفسك، الموجودة على الإنترنت بشكل كامل. وجهة نظري الشخصية، أنا ما بعت خلال الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، أنا ما بعت خلال الأزمات الاقتصادية وخلال الأزمات السياسية، أنا ما بعت خلال فترة كوفيد وأزمة كوفيد. هل راح أبيع الآن؟ غير منطقي أني أبيع الآن. هذه وجهة نظر الشخصية. الآن البيتكوين يختبر مناطق قوية جدا، أتمنى اختراقها والتداول فوقها. حتى الفير والجريد إندكس اللي هو معدل الخوف والشجع اللي نشوفه أمامك واللي تشوفه أمامك الآن، يقول لك إنه حاليا إحنا في مناطق جدا كويسة للتجميع أصلا مو للبيع. في مؤشر ثاني حاب أتكلم عنه، هذا المؤشر تكلمت عنه يمكن مرة واحدة في قناة في اليوتيوب، ومن بعدها ما تكلمت عنه كثير. حاب أرجع أذكر مرة ثانية اللي هو الهادل ويف. هذا رسم، أو بلاش نسميه مؤشر، هذا رسم اللي أمامك يوريك عدد المحافظ اللي جمعت البيتكوين وما زالت محافظة عليه، يعني ما باعته، ما حركت البيتكوين، اشترت البيتكوين جمعته وحطته في محفظة. هذا الرسم يوضح لك انه عدد المحافظ اللي تجمع فيها البيتكوين لمدة اكثر من 10 سنوات، وهذه النقطة المهمة في الرسم اللي حاب اوضحها اللي هي اكثر من 10 سنوات، كل مع الوقت وهي في ازدياد. هذا يعني ان الثيران وبؤوس الاموال الكبيرة والحيتان ترغب بتجميع البيتكوين وليست لديها النية للبيع في الوقت الحالي. يعني حتى الآن بشكل رسمي وعلني روسيا تقرر الأخذ بعين الاعتبار قبول البيتكوين كمدفوعات لمبيعات الغاز والنفط.
فأنت قاعد تتكلم عن دولة تتبنى نظام اقتصادي جديد. يعني من وجهة نظري الشخصية، لو أنا برجع أكلم نفسي 10 سنوات لورا، خلينا نقول مثلا، هل أنا خايف أني أحط $1,000 مثلا في البيتكوين، أو أشتري $1,000 في البيتكوين؟ طب أنا $1,000 هذه ممكن أنا أصرفها أصلا في أي شيء، يعني هذه يمكن مصروفات، خلينا نقول أشتري جوال $1,000. هل أنت فعلا يا أسعد 10 سنوات إلى الخلف خايف أنك تحط $1,000 في البيتكوين بس ما عندك مشكلة مثلا أنك تضيع $1,000 في جوال؟ منطقية. هذا بالنسبة لفكرة البيتكوين، هل أشتري أم؟ هذه مرة ثانية عن جودة المقطع مختلفة عن العادة، لكن إن شاء الله نعدكم بالأحسن. نراكم بأمر الله الأسبوع القادم إن شاء الله، بعد يومين يعني. أتمنى لكم يوم جميل، لا تنسونا ودينا مدعاكم. أكثر من صلاة الحبيب عليه الصلاة والسلام، في أمان الله.